أهلا بكم متابعي قناة فروم راكو في نصرة إخبارية جديدة وهذا أبرز عنوانها تداول أنباء حول العودة إلى إغلاق الحدود بسبب ارتفاع إصابات كورونا في المغرب واللجنة العلمية توضح بخصوص الموضوع ولن التفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناة ويعجب بالفيديو تداولت عدد من المصادر أنباء تفيد توجه السلطات المختصة إلى إغلاق الحدود في المغرب خلال أيام المقبلة بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ورجح ذات المصادر أن يصدر قرار بهذا الشأن بعد استكمال عملية عودة مغاربة العالم إلى بلدان الإقامة خاصة في الدول الأوروبية وذلك تفاديا للارتباك الذي يمكن أن يواجه الجالية بسبب ارتباطتها بالعودة لاستئناف في العمل والدخول المدرسي وتفاعلا مع هذا الموضوع نفى الدكتور سعيد عفيف عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد 19 أن يكون هناك أي توجه نحو إغلاق الحدود مشيرا إلى أن الوضع تحت السيطرة والأمور متحكم فيها إلى حدود الساعة وأكد عفيف أن سيناريو الإغلاق غير وارد في الوقت الراهن معتبرا أنه من الطبيعي أن يرتفع عدد حالات الإصابة بكوفيد 19 خلال الفترة الراهنة وأيضا في الأسابيع المقبلة بسبب اقتراب فصل الخريف الذي يتميز بانخفاض درجة الحرارة